مرحبا بكم. آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي. حقيقة القضية المرفوعة ضد الجامعة غياب شرارة بسبب الإصابة، ورياض بن عياد يرفض الخروج ويطالب بمستحقاته. سابر بوغرين يغادر رسميا، وهذا برنامج مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو. ما تنساوش دعم القناة، لايك وأبوني وتفعيل جرس التنبيهات، وتتابعوا صفحة بيكام سبور على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. قدم عدد من المحامين المناصرين للترجي الرياضي التونسي أمس الاثنين 28 أوت 2023 قضية عدلية ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري، موضوعها خيانة الأمانة. حسب عريضة الشكوى المعروضة أمام أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حيث يتهم الشكون الجري بالاستيلاء على أموال متأتية لفائدة ناديه من عائدات مشاركة لاعبيه في كأس العالم بقطر ومنحت مشاركته في كأس رابطة الأبطال الإفريقية بحجة وجود دين قديم، والحال أن الاتفاق بين هيئة الترجي والجامعة ينص على اقتطاع مبلغ لا يزيد عن 2.9 مليون دينار. هذا وننفي كون الشكاية تقدمت من قبل إدارة الترجي، وإنما هي من قبل أحد المحامين الغيورين على النادي، وهو مشاهد تضامن واتحاد كبير من قبل الجماهير بعد هذه الحركة المتخذة. رياضيا، وحسب آخر الأخبار القادمة من مركب حسان بالخوجة، تعرض أبو زريق شرارة لإصابة على مستوى عضلة الساق مرة أخرى، لهذا السبب كان غائبا عن مباراة اتحاد تطاوين. اللاعب سيخضع لراحة مطولة نوعا ما، حيث سيغيب في مرحلة أولى لشهر ونصف قبل العودة والدخول في برنامج تأهيلي. إذن شرارة نفس الإصابة اللي كانت عرض لها، رجعت هي بيدها الإصابة بعد إجراء عملية، ورغم الغياب المطول في الموسم الفارط مشكلة كبيرة، وخاصة أنه فما حديث على أنه الإصابة متاعه مزمنة ماهيش مش تخلي اللاعب يقدم الإضافة للترجي الرياضي التونسي. إدارة الفريق أصبحت تفكر في تسريح اللاعب وفسخ العقد إن وجد اتفاق ودي مع اللاعب، ولكن الأخبار النجم نأكدها لكم أنه اللاعب رافض رفضا قطعيا أنه يخرج بصفة ودية، يطالب بكامل مستحقاته وبكامل عقده اللي ينتهي 2025 تقريبا. وفي نفس السياق تتواصل مجهودات إدارة الترجي الرياضي التونسي من أجل تأهيل اللاعب البرازيلي والمهاجم رودريجو رودريغاز. كما قلت لكم تم عن مواطنه يان ساسي، فإن تأهيله قريب بعد الاتفاق مع سابر بوغرين على مغادرة الفريق بعد حصوله على كامل مستحقاته المالية والمقدرة ب 720 ألف دينار. هذا ونشرت وسائل الإعلام المغربية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة توثق لحظة وصول اللاعب إلى مطار محمد الخامس واستقباله من قبل أحد مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي عبد الله الإبراهيمي. وكان سابر بوغرين تلقى في وقت سابق دعوة من رئيس الرجاء للتفاوض حول انتقاله إلى النادي بعد إتمام إجراءات فسخ العقد مع الترجي الرياضي التونسي. سابر بوغرين يغادر رسميا الترجي، والوجهة القادمة باش تكون الرجاء المغربي بنسبة كبيرة تحصل على كامل مستحقاته المالية اللي تبلغ 720 ألف دينار خذاهم باش ينجم الترجي الرياضي التونسي يفسخ له عقده ويأهل البرازيلي يان ساسي نهارين هذا، وإن شاء الله باش يتم تأهيل اللاعب البرازيلي بصفة قانونية وبصفة نهائية إن شاء الله. في نفس السياق أيضا، رفض الجزائري رياض بن عياد القطيعة بالتراضي، وأصبح هو الآخر يطالب بكامل أمواله على آخر مليم. لكن هذا لم يمنع تجاوب الإدارة مع هذا الأخير، حيث أصبحت هيئة المد بتسابق الزمن من أجل التخلص من بن عيادة، وفي حال تم فسخ العقد سيتم تسجيل البرازيلي رودريجو على القائمة الإفريقية بعد تسجيل يان ساسي مكان بوغرين. الإدارة تسعى جاهدة لتسجيل المهاجم البرازيلي قبل إرسال القائمة الإفريقية. توضيح: لا يمكن سحب إجازة أي لاعب أجنبي بدون موافقته، حيث يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تمكين اللاعبين من فرصة تقديم شكاوي إلى الفيفا والحصول على كامل القيمة المالية الموجودة في العقد وعقوبات أخرى، رغم أن إدارة الترجي قامت بمعاملة اللاعبين بشكل استثنائي خاصة المصابين منهم، إلا أن ردود أفعالهم غير المألوفة قد تثير عديدة التساؤلات، وبالتالي يعملون الآن من أجل تعطيل مصالح الترجي كروية بخصوص المسابقات القادمة. إذن متابعين الكرام، هذه المشاكل اللي قاعدين نعانيوا منها تو سنين نفس المشاكل قاعدة تتعود خاصة من اللاعبين الجزائريين. بن عياد يرفض رفضا قطعيا انه يخرج قبل اخذ كل الديون المتخلدة بذمة الترجي الرياضي التونسي وياخذ بقية عقده، لانه عقده ينتهي في جوان 2024. نفس المشكلة اللي حصلنا مع سابر بوغرين وشرارة يتعاود معاه بن عياد.
هذا من حقه يعني، ومن حق أي لاعب أنه يطالب بمستحقاته المالية، ولكن علاش إدارة الترجي عقدت الأمور وصعبت الأمور على نفسها بهذه الديون، خاصة اللاعبين كلهم يحبوا فلوس من الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله الأمور هذه ما ستعود في المستقبل، وخاصة مع الأجانب اللي نشوفوا أنه في كل عام عندنا مشاكل كبيرة مع اللاعبين هذم، خاصة كي غادروا الفريق وإلا كي توصلهم عروض، أصبحوا يعني يعتمدوا في سياسة ما كناش معتادين عليها. إن شاء الله الإدارة وعلى رسم سيد حمد المدب يلقاوا الحل سريعا قبل انقضاء الفترة والمهلة اللي نجموا نبعثوا فيها القائمة الإفريقية. إن شاء الله يتم تأهيل اللاعب رودريغو رودريغاز في أقرب الأوقات، وإن شاء الله المشاكل هذه ما ستتعود في الترجي الرياضي التونسي. إخبار يتعلق بالمشاركة الإفريقية، سيواجه الترجي الرياضي التونسي نادي الديوان البوركيني في إطار دور ما قبل المجموعات الدور التمهيدي الثاني، بعد تأهل هذا الأخير على حساب نادي الحرس من النيجر المنسحب من المسابقة. وسيدور لقاء الذهاب يوم 16 سبتمبر القادم العاصمة البوركينية أوغادوغو، على أن تقام مباراة الإياب يوم 30 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقر برادس. إذن متابعينا الكرام، هذه آخر الأخبار الخاصة بالترجي الرياضي التونسي والخاصة بالدولة الترجية. نوصيكم ديما على دعم القناة، شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.